أيضا بالحديث عن هذا الاجتماع الأمني، كما ذكرت أنه غاب السيد سعد الحريري وما زال يمكن رئيس حكومة تصريف الأعمال، البعض يقول أن في غيابه لحضور هذا الاجتماع يمكن غياب غير مبرر وأنه مخالف للدستور وفيه تخلي عن المسؤولية، كيف ترى ذلك أستاذ رفيق؟ لا يمكن أن يعني أعلق على موقف دولة الرئيس الحريري، ولكن عندما سئل الرئيس الحريري عن سبب غيابه قال أنه يعتبر أن معالجة ما يجري يجب أن تكون معالجة سياسية وليست أمنية. الاجتماع الأمني أو المجلس الأعلى للدفاع الذي حاول الرئيس عون دعوته ثلاث مرات ولم يتجاوب الرئيس الحريري هو يعني مخصص لبحث الأمور الأمنية وليست السياسية كما اسمه يدل، مجلس الدفاع الأعلى. لذلك وجهة نظر الرئيس الحريري كانت أن الحل يكون من السياسة وليس بالأمن، في حين أن الهدف من دعوة مجلس الأمن المجلس الأعلى للدفاع ثم الاجتماع الأمني الذي عقد هدفه كان أن بحث القضايا الأمنية الصرف ومعالجتها وفقا للإجراءات والتنسيق بين القوى الأمنية، هذا كان هدف الاجتماع، لكن آثر دولة الرئيس الحريري أن يغيب وهذا طبعا من حقه. نعم، يعني أيضا تحدثنا عن فكرة يمكن اللاعنف ومستوى العنف في هذه الاحتجاجات، يمكن البعض يبرر هذا المستوى من العنف لأنه لم يرى قبل اليوم وقبل تشكيل الحكومة أي بارقة أمل، برأيك هل مستوى العنف هذا كان يمكن شيء يعني متوقع أو له مؤشر لاندلاع هذا النوع من العنف في الشارع اللبناني؟ لأن البعض يقول أن هناك من لا يستطيع حتى أن يقوم بسحب أمواله من أي مصرف في لبنان، وأن هناك من يموت يمكن من الجوع أو من الجوع في فترة هذا الشتاء القارس، هل كنت تتوقع هذا النوع من العنف وعودة العنف في الشارع اللبناني؟ سيدتي، التحرر في الشارع اللبناني بدأ في 17 أكتوبر الماضي. أعمال العنف حصلت منذ حوالي أسبوع. يعني هناك من يتدرج في التحرك، هناك جماعات تتحرك، الحراك المدني والمتظاهرين السلميين، أنا قلت لك دائما أتحدث عن متظاهرين سلميين، هؤلاء تظاهروا ويتظاهرون منذ 17 أكتوبر الماضي ولم يحصل أي حادث معهم، الحوادث حصلت منذ ستة أيام تقريبا، منذ أسبوع ستة أيام تقريبا، نتيجة وجود عناصر مندسة كما أشرت إليك تأتي للتخريب وتأتي لقصر للاعتداء على قوى الأمن والجيش المنتشر في منطقة بيروت وفي غيرها من المناطق. نعم. الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية نعم كانت متردية، لأن الأوضاع صعوبة بالغة في المصارف، لا يمكن الأخذ المال الذي نريد وغير ذلك، ولكن هذا ليس سبب ما يجب سبب لأعمال العنف، لأن هذه الأمور تعالج بطرق أخرى وعبر مصر لبنان وثمة إجراءات تقدر في هذا المجال. أما العنف فهو معروف هدفه وهو التصعيد واستفزاز القوى الأمنية التي تتحمل منذ 17 تشرين الأول أكتوبر الماضي يوميا التظاهرات وتحميها، ولم يحصل أي حادث، الحوادث بدأت منذ أسبوع تقريبا نتيجة وجود هذه العناصر التي ذكرتها. ونتمنى أن يكون هناك نوع من التهدئة بعد الإعلان عن تشكيل هذه الحكومة. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ رفيق شلال المستشار الإعلامي رئيسة الجمهورية اللبنانية، شكرا جزيلا لك.